في الندوة اللي دارت ببروكسل يوم الثلاثاء 6 شتنبر 2016 بحضور وزير الهجرة أنيس بيرو ووزير الثقافة البلجيكي بالإضافة للسيد السفير وقناصلة المغرب ببلجيكا وشخصيات أخرى، شفنا اعتداء على مواطن مغربي تم قمعه أثناء مداخلته. لكن غابت تفاصيل معظم المقاطع الفيديو اللي شفناها على صفحات المواقع الاجتماعية، وبعض من هواه الصيد في المياه العكرة لقى المناسبة باش يطلع على الحادث ويوجه ضربا لوزير الهجرة دون معرفة أي تفاصيل والسيناريو الكامل. العربية مزور اللي ضحية نصب وتلاعب مجموعة من الدوماليين وعلى رأسهم مؤسسة البنك الشعبي المعروف عنه في كل لقاء أو مناسبة كيدخل ويطرح المشكل ديالو دون معرفة موضوع اللقاء، وهذا الشيء لما كيكون خارج سياق الموضوع ممكن يزعج المنظمين. فأثناء مداخلة العرب وهو منفعل ومتعصب قامت مسيرة اللقاء بطلب منه أن يختصر ويحترم الموضوع المطروح. فهنا اعترض السيد العربي وقال: ما تسكتنيش السيد الوزير، ما تسكتنيش وخليني نكمل وخليني نهضر. ارتفع الضجيج في القاعة مستنكرين طريقة العربي في الحديث. هنا تدخل بعض الحراس الفندق قصد تهدئته، الشيء الذي رفضه العربي، وبدأ مشدات الكلامية واشتباكات بالأيادي. وبعد دقائق معدودة قام بعض الحاضرين بتهدئة العربي، وصلوا معه الاتفاق أنهم سيوفرون له فرصة لمقابلة الوزير لطرح مشكلته. ولما رجع العربي وهو هادئ قام أحد الحراس بتوجيه لكمة ورجع الاشتباك من جديد. هنا الخطأ ديال الحارس اللي جابوه المنظمين يخدم فقط هذا اللقاء، ولما جاء المسؤول عن الأمن بالفندق وبخوه وقبل اتصال بالشرطة كي يتخذوا معه الإجراءات اللازمة. هذا كان هو السيناريو الكامل للاعتداء على العربي. لكن ما يعيب السيد الوزير أنيس بيرو هو كان من الأفضل يتدخل ويهدئوه بجوج كلمات ويقولوا ليه: أنا مستعد نسمعك مباشرة بعد اللقاء ونشوفوا شنو نقدروا نديروا في القضية ديالك، كيف ما سبق دارها محمد عامر وزير الهجرة السابق في واحد اللقاء مشابه في 2011.